بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحقيقة أنا بسعد بوجودي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديداً الحقيقة في مشروع تطوير ميناء السخنة والمنطقة الصناعية الملاصقة لي في منطقة الاقتصادية لقناة السويس. الحقيقة طبعاً أنا بشرف برفقة معالي وزير النقل الفريق كامل الوزير والأستاذ وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية. والحقيقة النهاردة يمكن احنا بدأنا بزيارة المينا، والحقيقة يمكن يعني بمنتهى الأمانة اللي بيحصل في مينا السخنة النهاردة هو معجزة هندسية حقيقية. احنا بنتكلم على مينا هيكون ان شاء الله من اكبر المواني على مستوى العالم، مش بس في المنطقة بتاعتنا، بنتكلم على 18 كيلو اطوال ارصفة عشان تخدم كل اغراض عمليات النقل واللوجستيات. والاهم الحقيقة ان النهاردة واحنا بنشتغل وبنخلص المينا بيتم بالتوازي معها التعاقد مع اكبر شركات في العالم للشحن وتجارة الحاويات، وبيدخلوا معنا وبيستلموا الارصفة والمناطق المختلفة اللي موجودة في المينا علشان ان هم يبدأوا على طول التشغيل. يعني احنا بنبني المينا وبننشئه وفي نفس الوقت بالتوازي معاه بيتم تشغيله على طول. الاهم زي ما حضراتكم تابعتوا ان المينا مش فقط المينا ولكن المناطق اللوجستية اللي معاه، ومن أول لحظة أيضا المينا بيتم التخديم عليه بشبكة متكاملة وعلى أعلى مستوى من الطرق وشبكة سكة الحديد. وهنا أنا بتكلم على سكة الحديد حاجتين، سكة الحديد الطبيعية اللي هو قطارات الديزل، وكمان القطار السريع الكهربائي اللي هيبقى موجود وبيخدم على المحور اللوجستي الأكبر اللي احنا كمصر بنقول إن ده هيبقى هدية مصر للعالم، اللي هو من مينا السخنة إلى مينا اسكندرية، وإن هو يقدر إن هو يطلع كمان لغاية العلمين ومطروح. وده الحقيقة يعني ميناء لوجستي، مسار لوجستي وطريق لوجستي ومحور كبير جدا يخدم كل التجارة البينية ويتكامل مع قناة السويس. فالحقيقة طبعا كل الشكر والتقدير لوزارة النقل اللي بتقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق بأسرع وقت وبأعلى معدلات ومعايير ممكنة في هذه المشروعات الكبيرة. الحقيقة يمكن احنا زورنا النهاردة 6 مصانع مختلفة جوه المناطق منطقة الصناعية، بتبدأ من مستوى الصناعات الثقيلة اللي هو مصنع الحديد اللي احنا شفناه واللي بيعتبر يمكن بينتج او اكبر مصنع على مستوى الشرق الاوسط في طاقاته الانتاجية بطاقة تتجاوز 6.2 مليون طن سنويا. ده اكبر مصنع على مستوى منطقة الدول العربية والشرق الاوسط. والأهم إن هذا المصنع كان بيعرض علينا توسعاته كمان اللي هتحصل في خلال 2-3 سنين اللي جاية عشان يضيف طاقات إنتاجية كبيرة جدا وينوع المنتجات اللي هتطلع عشان تخدم الصناعة المصرية وكمان يخدم التصدير. حضراتكم المصنع اللي احنا كنا فيه طبعا صباحا ده بيصدر بحوالي 1.5 مليار دولار سنويا النهاردة في طاقاته. انتقلنا بعديها لنوعيات أخرى من الصناعة وصناعات برضو الدولة المصرية محتاجاها، صناعات متوسطة وصناعات صغيرة. حضراتكم شفتوا يمكن مصانع والواحد كان فرحان جدا، المصنع اللي بينتج اكسسوارات المحمول وبعض العمليات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكل اللي شغالين فيه يعني بنات صغيرين وحاجة تفرح، بيبقوا خريجين تعليم متوسط وبيشتغلوا عليه وكلهم من مدينة السويس، وبيبدأ يعمل شغل لهذه النوعية من الخدمات وبيصدر. أنواع أخرى من المصانع اللي احنا شفناها للمنسوجات اللي موجودة أيضا للخدمات المختلفة للفايبر جلاس والعزل بتاع الحقيقة البحيرات والترع والمصارف والأبار اللي بتستخدم النهاردة في عمليات الاستصلاح الزراعي ومشروعات حياة كريمة. أيضا يعني زرنا أحد المصانع المهمة جدا لإنشاء وتجهيز وعمل كل اللوحات، الحاجات الإضاءة، منتجات الإضاءة من كشافات الشوارع، من كشافات اللي تستخدم في الحدائق وداخل المنشآت، وكلها برضو بتخدم مشروع حياة كريمة وكلها أيضا بتصدر. والنهاردة يمكن في ختام الزيارة في هذا المصنع العملاق اللي بيستخدم فيه برضو إنشاء الأنسجة واللي بتستخدم في صناعات المناديل والأوراق والحاجات الكثيرة جدا اللي احنا حضراتكم شايفينها.
أهم شيء في هذه الزيارة إن إحنا كلنا في كل المصانع، هناك استثمارات أجنبية كبيرة جدا من دول كتيرة جدا، الصين وتركيا ودول أوروبا، والأهم إنها استثمارات مشتركة مع مصر. كل العاملين في هذه المصانع شباب مصري وشباب يفرح وبيشتغل من كل التخصصات، خريجي جامعات، المعاهد المتوسطة، حتى المدارس الفنية، كلهم هم اللي بيعملوا، رواتب لائقة جدا ليهم والحمد لله، وخدمات على أعلى مستوى. الأهم اللي أنا سمعته من كل أصحاب المصانع إن الأزمة الاقتصادية اللي موجودة دلوقتي كانت فرصة رائعة ليهم إن هم يعمقوا نسبة المنتج المحلي، ويركزوا إن هم بدل ما بيستوردوا مستلزمات الإنتاج بقوا بيصنعوها النهاردة جوا مصر. عشان كده ابتدت المصانع دي كلها بيتكلموا على نسبة مكون محلي كبيرة جدا تتجاوز 70% فأعلى، والأهم إنها معتمدة طبقا للمواصفات والمعايير العالمية لأن كلهم بيصدروا برا. هو ده المستقبل بتاع مصر الحقيقي، إن إحنا نشجع هذه النوعية من الصناعات، وإن إحنا نسهل لهم ونيسر لهم الإجراءات، ونشجعهم على التوسع والشراكة مع الشركات العالمية الكبيرة إن شاء الله. الحقيقة قضية الصناعة بتحتل الأولوية القصوى في أجندة الدولة المصرية من أول القيادة السياسية، فخامة الرئيس، الحكومة، وكل أجهزة الدولة بنشتغل على هذا الموضوع، لأن هو ده المستقبل الحقيقي لمصر. وكل ما بنضيف مبنى ومنشأ صناعي، كل ما بنقدر إن إحنا نقلل من فاتورة الاستيراد بتاعتنا، وبنزود فرص التصدير إن شاء الله في المرحلة الجاية. وبإذن الله هيبقى تكثيف في الفترة الجاية على مجموعة أخرى من الزيارات للمشروعات العملاقة اللي بترسم الأمل للمستقبل إن شاء الله لمصرنا الحبيب. أنا بشكر حضراتكم جدا، شكرا.